حضرنا مشرفين دعوتكم حياكم ومعنا تكريم بسيط جدا ليس يثري في المقام التي هو في الصدور من الجبرة والأخ حسن العثاثي وعبد محمد والأخ نعمي الله ونعمكم على هدية للبطل وهي عبارة عن سيف وبشت وطين ونسأل الله أن يشفي ويشفي جميع زملائه المصابين وهذا علمنا وسلامتكم. مرحبا ألف تحية المطر كل خطب ألف مرحب أنتم أهل الجميع وأهل الكرم وأهل الوفاء وأهل طال عمرك العليا جميع المادي والمعنوي والله يحييكم أنتم كافي وعطاكم كافي ووافي وجمالكم طال عمرك مر الدوافع فالله يحييكم يا مرحبا أهل الجميع حي الأولية قال فارس محمد الله السلامة والبطل حسن علي زلزال العدوان بعد من قوية يوم الكرامة جاء بصف هايلي ما تناسينا العهود الأولي فارس محمد الله السلامة والبطل حسن علي زلزال العدوان معزوم قوية وبشروا بالعارجي يوم الكرامة جاء بصف هايلي ما تناسينا العهود الأولية أنا فارس محمد الله السلامة والبطل حسن علي زلزال العدوان بهجوم قوية وبشروا بالعارجي يوم الكرامة جاء بصف هايلي ما تناسينا العهود الأولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والحمد لله ما تعاقبت الشهور والأيام والسنين والحمد لله على نعمة الدين ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين من بعدها نيابة عن كل عارجي جينا لكم في صف مثل الموج هايجي ردادة الجميل يا لفارس نحمة الله على السلامة والبطل حسن علي زلزل العدوان بعزوم قوية جيناكم نيابة عن أعيان ووجهاء وأبناء قبيلة العوارجة يتقدمنا والدنا مشعوي بن محمد العارجي أيضا لا أنسى وجود الشيخ إبراهيم الدغري قيم قبيلة الدغارية ما عليكم زود ومن حضر من أخوانكم جينا على داعي كرامة لنحتفل ونفتخر في سلامة الأخ والابن والبطل حسن علي الفارسي الذي تقلد وسما من أوسمة الشرف والبطولة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرحبا حيا الله وحيا الله جوابك مرحبا ألف صفكم وافي وأنتم وافين وسديدين وهديتكم وافية الله يحييكم وأخوة عند أخوتهم والله أن جيتكم إنها شرف من الفوارس جميع الله يحييك أنت وشيخكم الشيخ مشعوي والجميع كلهم آباءكم وأخوانكم وكلكم عند أهل وعند أهلكم فمرحبا ألف الله يحييكم تفضلوا الله يسلمك وحسن شجيع الراس مقدمة يدرس العدوان ودرسه تعلم والمرجلة لجل وطن كل يدورها عيني يسلم سايل الدمى وانت شجيع الراس والشجعان تلهم وتروح حدود من اقلاش صعب عبورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يديم الافراح. الله يحفظ حكومتنا الرشيده ويديم علينا الامن والامان. وصلتنا دعوه كريمه من اخوتنا وجماعتنا الفوارسه بمناسبة سلامة ابنهم البطل حسن إبراهيم فارسي فليس وجدنا عذر في الوصول في هذه الليلة مشاركين أفراحكم وحفلكم ومهنئين بسلامة ابنكم وابننا حسن علي إبراهيم الفارسي هذا ما جرنا في هذه الليلة وسلامة الجميع. مرحبا مرحبا الله يحييكم صفكم وافي وانتم وافين وهديتكم وافيه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انحنت له الرقاب ما بين راكع وساجد. الحمد لله رب العالمين الذي ارتفعت رايات الحق باسمه، فمنهم شهيد ومصاب ومقاتل ومجاهد. له الحمد على كل حال، فهو لا يحمد على مكروه سواه. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي قضى حياته لله ما بين قائم وساجد ومجاهد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمحامد. أما بعد، فأيها الحضور الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن شيخ قبيلة الفوارسة جابر الفارسي وأعيان وأهالي هذه القبيلة، أرحب بكل من شرفنا هذه الليلة التي يزداد فيها فخرنا ويرتفع فيها اسمنا ويذاع فيها صيتنا بأن لنا أبطالا من أبنائنا يذودون عن دينهم ووطنهم وحدود بلادهم. شكرا لكم أيها الحضور بحجم العبارات التي تلهج بها ألسنتكم، وقد أتيتم إلينا مهنئين بسلامة ابن قبيلة الفوارسة حسن ابن علي إبراهيم الفارسي الذي أصيب أثناء حراسته لهذه البلاد المباركة. كم لقبيلة الفوارسة من مفاخر بأبنائها الذين كان لهم شرف الشهادة في سبيل الله، وقد قدموا عددا من أبنائهم اختلطت أجسادهم بتراب هذه البلاد المباركة، مضحين بدمائهم وأنفسهم في سبيل الله. فذاك محمد ابن فتح الفارسي، والآخر حمد ابن أحمد الفارسي، والثالث فيصل ابن يحيى الفارسي رحمهم الله تعالى وأعلى منازلهم في الشهداء وشملنا بعفوهم بشفاعتهم يوم القيامة. فإن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. ثم تلا بعدهم البطل علي ابن مهدلي فارسي الذي خالط شيئا من أشلائه ودمه تراب هذه البلاد المباركة، وهو شامخ قائم في حدود هذه البلاد، والحمد لله فهو لا زال يمشي بيننا. نسأل الله أن يجعل ما أصابه إفعة له. ثم تلا بعده عددا من أبناء قبيلة الفوارسة الذين كلموا وأصيبوا في سبيل الله تعالى وهم في رباطهم على حدود بلادنا. فمنهم يحيى محمد جابر الفارسي وعبد الرحمن بن قاسم الفارسي وسلطان بن جابر العبادي وحسن شوعي مروعي ومحمد شوعي مروعي وسلطان أحمد جابر وحسن علي أحمد راشد الفارسي وأخوهم متعب علي أحمد الفارسي. ولا ننسى البطل أحمد بن علي بن أحمد الفارسي الذي عاصر الحرب من بدايتها وتشرف بالقتال والمرابطة في الحدود، ثم اختير ضمن الأبطال الذين دخلوا إلى دولة اليمن مقاتلين في سبيل الله لدحر أعداء الله تعالى. هؤلاء وغيرهم ما يزيد عن 30 بطلا من أبطال قبيلة الفوارسة الذين لا زالوا
في حد المملكة العربية السعودية مرابطين يذودون عن حما هذه البلاد المباركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم فردا فردا. ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أي فضل وأي شرف لهؤلاء الأبطال رجال الجيش على الحد وفي الثغور وعلى كل شبر من أرض هذه البلاد المقدسة شرفها الله قبل ثلاثة قرون، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم هذه الدولة السعودية الحديثة التي نحن فيها الآن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، نسأل الله أن يحفظهما وأن يرشدهما لما يحبه ويرضاه. أدام الله حكومتنا الراشدة وأعزها الله، إنما نحتفل بأنه سجل اسمه في تاريخ هذا الوطن، ونحتفل لأنه سلم ليعود سهما في نحر العدو ومقاتل في الميدان لا يتراجع إلا بنصر أو شهادة. وما حال بطلنا حسن أو من أصيب إلا كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما جرحت إصبعه: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وقد قالها حسن ليلة الإصابة: الحمد لله صاب المقطوب والدم طلقة عدت عن العينين في الدم. فهنيئا لكم أيها الأبطال، ونسأل الله لكم الثبات والنصر. الحمد لله والصلاة والتحيات على النبي اللي عرج للسماوات، وسلام من شاعر يمثل قبائل ولا تعذر لابة في المهمات. عرار نصبني عسى الله يديمه وهو زعيم أهل السيوف الصقيلات، من سر الأعلى حتى بحر الحميسة، ومن البرود للقوت مثبوت بثبات. ديارنا من قبل ياج المؤسس محمد بن سعود في عهد كتفات، واليوم حنا درع شبه الجزيرة نسطر مجاد الوطن والبطولات. إذا أمر سلمان ولا محمد نغرق الكوكب وسط المحيطات. من بعدها يا الحاضر اسمع كلامي، ومن غاب يسمع جابتي في السنابات. ما دامني سمي لكم يا الفارس، تحزموا يا كاسبين الجمالات. من بعدها يا الحاضر اسمع كلامي، ومن غاب يسمع جابتي في السنابات. ما دامني سمي لكم يا الفارس، تحزموا يا كاسبين الجمالات. عشانكم بجيب جذل القصايد وجمل الحيين وافخر بالاموات. اجيت باسم العارجي اسميانا وابو محمد شيخنا طيب الذات. ابوي وابو محمد شيخنا طيب الذات، أبوي وصاني بكم يوم وصى، وأيضاً جدودي يوم نقل أصيلات. من قوم فارس والفارس دواهي، حزابة البلجيك في كل ميقات. والفارسي لجل الوطن ما تعذر ولا تراجع يوم قدح الكلاشات. لجل الوطن نال الفخر والشهادة، وصيتهم بين العرب حي ما مات. فيصل ولد يحيى وحمد بن احمد وايضا محمد فتحي اهل الكرامات. فوارس آل شهد لهم كل شاهد، وقبورهم في بر علي كالمنارات. من بعدها يا هاجسي شد عزمك وجمل المحفل بعد بات الابيات. الحمد لله يا حسن على السلامة، وقفت وقفك الجبال المنيفات. إصابتك نيشان فخر ومهابة، موثقة لدي الوطن في السجلات.
الحمد لله يا حسن على السلامة. وقفت وقفة الجبال المنيفات، إصابتك نيشان فخر ومهابة، موثقة لأجل الوطن في السجلات. حيوا حسن يا لابته وافخروا به وردد اسمه في جميع المنصات. حيوا حسن يا لابته وافخروا به وردد اسمه في جميع المنصات. نجمي بطل فارس وشاعر قبيلة، إذا بدع ما يبدع إلا الجزيلات، يستاهل التكريم. واختم كلامي من طيب شاعر يهزم المستحيلات، بديتها بالحمد واختم وصلي على النبي اللي عرج السماوات، والسلام عليكم ورحمة الله.